لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المشكلة التي حدث أن الرئيس عندما دخل الرئاسة ما دخل بطاقم دخل معه شويه افراد، كان القايد صالح هو الغطاء والمؤسسه العسكريه، راح القايد صالح الرئيس تبون فقد المؤسسه العسكريه تقريبا، المؤسسه العسكريه بدات جا شنقريحه بدا ينفذ مشروع. شنقريحه يتماهى في بعض الامور العسكريه مع القايد صالح، لذلك شنقريحه ما مس القرارات والمشاريع التي فتحت داخل المؤسسه العسكريه. ولكن لم يتماهى معه في أسلوب القيادة قيادة الجيش لذلك شن حملة شرسة داخل المؤسسة العسكرية من حيث التعيينات من حيث كذا وتم استهداف رجال القيصر بينهم الذين سجنوا ولوحقوا بينهم الذين عزلوا وذهبوا إلى التقاعد وبينهم الذين احتقروا ووضع في أماكن وقالوا لهم أسكتوا هذه هذه الحقيقه، إذا راح يمسح بصمات القيد صالح في داخل المؤسسة، أمر آخر أن القيد صالح ليست له بصمات عسكرية فقط، بل لديه بصمات سياسية، لذلك ذلك أراد أن يفرض بصماته، حيث بدا يخرج على طريقة القيد صالح يوجه خطابات، راح بدا يرجع الاعتبار للناس اللي عقبهم القيد صالح الجيد صالح هناك الذين عاقبهم حقيقة عندهم ملفات فساد وهناك أيضا الذين لم يتماهوا معه في المشروع اللي أيدوا أعزلهم وكاين اللي بعثهم للتقاعد وكذا ولكن شنقريحه ما راحش رجع الناس اللي قصاهم الجيد صالح ونحن نعرف هذا طبعا المؤسسه العسكريه كل قائد يقصي ناس طبعا هذه هذا مفروغ منه يجيب الناس اللي يخرجوا عليه واللي عنده علاقات بهم ويؤمن بانهم يدعموه هو في مساره يخدمه هو لم يسترجع فقط مثلا الضباط الكبار الذين اقصاهم القيد صالح وما اعطاهمش مناصب وكذا 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 وابعدهم بل انه راح يسترجع حتى الضباط الذين ادخلهم القيد صالح في السجون بتهم الفساد ولذلك وهذا من اللي دخلهم القيد صالح بتهم الفساد كلهم كانوا يتماهون مع العصابه لذلك وجد شنقريحه نفسه يتماهى مع العصابة لا أدري عن علم أو لا من غير علم هذا شأن آخر ولا أعتقد أنه قائد عسكري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يعني الرجل من المفروض فرض نفسه أنه هو من المفروض ما يكونش الرجل الأول في المؤسسة العسكرية هو الرجل الأول في القسم العملياتي المؤسسة العسكرية ولكن شنقريحة هو الرجل الأول لا وزير الدفاع ولا بطيخ يتصرف كوزير الدفاع نعم راح من المفروض انه قائد بهذه المكانه يجب ان كل اموره يكون عن علم. لذلك شنقريحه بدا وهو وجماعته اولا بدا يخرج هؤلاء الناس اكثر من خمسين ضابط سامي في سجن البوليده العسكري وفي سجون اخرى تم اخراجهم انتفاء وجه الدعوه، كانت عندهم ملفات قطعوا لهم الملفات وقالوا روح الدار. لم يقف الامر عند هذا الحد. بل تم اخراج بعض من الاشخاص هم اصلا كانوا في عهد القيد صالح رموز الفساد نعم خرج ربراب لانه لو كان قاعد القايد صالح ربراب ما يخرجش من الحبس انا نقولها لكم راح يطلع له ملفات اخرى والمعلومات اللي عندي تقول انها كان على مكتب القيد صالح ملفات اخرى ثقيله لربراب هذه نقطه امر اخر عمر بن يونس وامر اخر توفيق، توفيق خرج منذ مده اداوه اقامه في بوشاوي، وهناك اللي يتحدثوا على إنقامات اخرى، يعني ان نغادر سجن البوليده العسكري، حتى طرطاق الله اعلم هو فيه معلومات اخرى تقول عنده فطره انه غير موجود في السجن العسكري. اذا التهم المشكله يجب ان نكون شويه واقعيين. التهم التي وجهت الى الفريق المتقاعد توفيق محمد مدين، هي لا تتعلق بالفساد ولا تتعلق بالعشريه الدمويه ولا بملفات حقوق الانسان ولا اي شيء. هي مؤامره على المؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه في عهد القايد صالح ماذا كانت تنظر؟ تنظر الى الطرف الاخر اللي فيه سعيد بوتفليقه ويحيى وسلال والمجموعه هذه تشوف لها نظره عصابه. يعني كل من يتماهى معها في ايجاد مخرج معين فهو يتامر مع عصابه. لذلك ذلك بداوا يخططوا لاسقاط القايد صالح لانهم بالنسبه لهم القايد صالح راه عدوهم رقم واحد لكن اتفطر لهم القايد صالح وتعرفوا القصه كيفاش علي بن علي خبر وكذا فاتخذ ضدهم اجراءات ذلك دخلوا في السجن دخلوا في السجن بتهمه التامر على الجيش وسلطه الدوله الدوله في ذلك الوقت سلطة الدولة والجيش تتمثلت في القايد صالح وغيره، لكن لما رحل القايد صالح شنقريحة صار ينظر إلى توفيق وطرطاق وحنون وجماعة أنهم تآمروا أو أنهم كانوا رافضين للقايد صالح القايد صالح رحل لا لم يعد يعني شيئا بالنسبة لشنقريحة وغيره وهذه مشكلة الجيش الجيش القيادات العسكرية وهذه حقيقة أنهم مش أوفياء إلى رجالهم حقيقة ما يكلوش بعض هذه لازم تعرفوها لأنه السيستام لأنه المشكلة في الجزائر أن النظام أن هناك سيستام هناك نظام صح يتبدلوا الأشخاص ولكن السيستام يبقى نفسه سيستام بنكهة عسكرية لذلك الجيش لا يأكل رجالة لو كان القايد صالح الآن موجود على قيد الحياة وتقاعد وراح للتقاعد وقعد في بيته وكان هذا هو الأرجح راح قعد في بيته وتحرك الجهات ضده الجيش ما يمسوش لذلك شفناهم كيف استرجعوا خالد نزار خالد نزار يبقى وزير الدفاع يبقى العلبة السوداء طع مرحلة التسعينات هذه المرحلة هي أخطر مرحلة مر بها الجيش سنعود إلى هذا الموضوع لذلك بدأوا ينظروا إلى القضية بمجرد رحيل القيد صالح انتهى المسار مسار إلى انتخاب رئيس جمهورية بالنسبة لهم قضية مؤامرة على سلطة الدولة وعلى كذا انتهى سعيد بوتفليقة فتحوا له ملفات مدنية لأنه لا يعني لهم شيء لكن طرطاق وتوفيق يعني لهم الكثير فهما من اركان مرحله معينه التي كان يقود فيها خالد نزار وكان فيها شنقريحه وغيره لذلك استرجعوهم وشفنا كيفاش عاود رجع الجنرال بن حديد الجنرال بن حديد كان قائد على شنقريحه خالد نزار كان قائد على شنقريحه وعلى يوسف بوزيد اللي كان يقول له غير مون جينيرال حتى شنقريحه في حد ذاته كان يتصل بخالد نزار وهو مدني يقول له غير مون جينيرال ولا كيتلقاه كي في حين القايد صالح كان كون ما هربش نزار راهو في الحبس راهو في الحبس وطلعوا له ملفات ونزار عنده ملفات تاع فساد كيف هيمن على الانترنت والشركه تاعو عنده ملفات تاع فساد هو ولده كلهم انا نقولها لكم اغلبيه الساحقه من المسؤولين الكبار في مرحله بوتفليقه تورطوا في قضايا الفساد بطرق مباشره او غير مباشره وخالد نزار راه متورط في قضايا حقوق الانسان واشياء لذلك نقول لكم انه هنا ياتي دور العداله الانتقاليه لو كانت هناك عداله انتقاليه ما كانت تهم التوفيق وطرطاق وجماعته هي فقط التآمر على سلطة الدولة بمجرد ما رحل القايد صالح طلبوها بأنها تآمر على القايد صالح القايد صالح لا يعني لهم شيء ما راح يخرجوه لو عدالة انتقالية كانت تفتح كل الملفات ملفات حقوق الإنسان ملفات الفساد ملفات الإرهاب وملفات كثيرة تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله